أولا إحنا لازم نكون متفقين الأول إن إحنا كلنا بندور على مصلحة بلدنا طبعًا. كمستوردين أو تجار جملة أو مستهلكين، إحنا بندور على البلد وعايزينها ترتقي وتبقى للأحسن. أولا إحنا لو عايزين نتكلم على الدولار لازم نعرف هو بيجي لنا منين الأول. بيجي لنا من قناة السويس، وبيجي لنا من صادراتنا للخارج، وبيجي لنا من السياحة، وبيجي لنا من تحويلات المصريين اللي بره القطر لمصر. لو مسكنا جزء جزء، اولا بتاع قناه السويس خلاص دي ما فيهاش مشكله، مع انها نزلت السنه دي 290 مليون جنيه عن السنه اللي فاتت، او بما يساوي 290 مليون دولار عن السنه اللي فاتت، لكن بنتكلم على تحويلات المصريين من الخارج. هم بيحولوا لنا كام من الخارج؟ حوالي 19 مليار دولار. احنا بيدخل لنا من الطريق الرسمي عن طريق البنوك المصريه 3 مليار من ال 19. ليه؟ اولا لان هناك في شركات صرافه موجوده في كل الدول العربيه، انا باجي احول الفلوس منها افاجئ ان البنك هنا هيدهني بالسعر الرسمي اللي هو 7.83، وهناك الشركه الصرافه هتاخده هتدوله هنا ب 9 جنيه و10 ساغ او النهارده 9.15. فبالعقل كده انا هتجه لمين؟ هتجه لشركات الصرافه عشان تحول الفلوس، لان والفرق كبير لحضرتك، فرق 130 قرش النهارده في الدولار الواحد. يعني احنا بنتكلم على حوالي 30% فرق من السعر القديم. اولا لما الحكومه جت، الحكومه الموجوده دلوقتي او المجموعه الاقتصاديه اللي جت، هي جت وكان الدولار في وقتها في السوق السوداء 8 جنيه و10 ساغ، النهارده وصل 9.15. يعني دليل ان في خطا موجود وخطا كبير كمان. طب نعمل ايه يا جماعه الاول عشان نخلص من موضوع التحويلات المصريين للخارج؟ احنا ممكن نحل المشكله كلها في لحظه النهارده. النهارده يا بنك يا مركزي، المحافظ البنك المركزي، يا فندم الفلوس كلها النهارده المصريين يحولوها من الخارج لمصر ويبقى بالسعر 9 جنيه دولار. 9 جنيه دولار هيبقى ارخص من شويه من الشركات صرافه، بس هنقفل القصه مزبوط. دي على شركات الصرافه وخلافه وكده. حاجه تانية احنا ممكن نعملها وسهله جدا وليها سبق قبل كده، يعني جت روسيا في يوم من الايام لما الدنيا كلها تكالبت عليا، ايه اللي حصل؟ بوتين قال لاهل روسيا اللي موجودين بره روسيا، قال لهم يا جماعه كل واحد يجيب فلوسه ومدخراته اللي موجوده هناك ومش هنسالكم هي منين. احنا النهارده محتاجين ده ومحتاجينه جدا كمان. اولا لو مش هنسالكم الفلوس دي اصلها منين او جايه منين، يبقى الفلوس دي هتيجي، احنا في ناس كتير جدا فلوسها كلها موجوده بره في اي دوله، في سويسرا، في امريكا، في لندن، في اي حته. مظبوط. يبقى احنا النهارده ممكن النهارده الصبح بكره يكون عندنا 19 مليار دولار بتوع المصريين اللي عاملين في الخارج، غير الفلوس اللي هتجي لنا من بره، لان ما حدش هيسال، هو خوف اي حد بره يقول إيه لو جبت فلوسي هيعملوني ويبهدلوني من اين لك هذا وكلام من ده. هتبقى دي مشكله كبيره جدا. فاحنا النهارده روسيا تغاضت عنها ليه؟ النهارده روسيا وقفت على رجلها ليه؟ بتحويلات الروس اللي جت من بره كلها، اللي فلوسهم اللي كانت بره جت، ما احنا عايزينها، احنا محتاجين الناس دي. صحيح. يبقى نخاطب الناس دي دلوقتي وندخل الفلوس دي. حاجه تانية مهمه جدا حضرتك، النهارده انا سيادتك عندك مصنع بتتعامل معاه في اسبانيا او ايطاليا او الصين في اي دوله، انا النهارده عايز المصنع ده يعمل شغل، عشان المصنع ده يعمل شغل لازم احول له بما يساوي 30% من قيمه الفاتوره اللي هتتعمل عشان يبتدي يصنع. النهارده لو انا جيت لاي بنك مصر قلت له لو سمحت انا عايز احول 10000 دولار للصين مثلا او ايطاليا في اي بلد، لا يا فندم ما بنحولش. بعمل ايه؟ اقوم رافع السماعه متصل بدبي، الامارات، اي دوله من اللي حوالينا، لو سمحت يا جماعه حولوا لي كذا كذا، يحولوا بياخدوا مني 5% او 4%. طب ما احنا اولى هنا يا جماعه، اولا البنوك المصريه هنا ما بتوفرليش دولار كمستورد، ما بتوفرش دولار، بتوفروا لايه؟ للمواد التموينيه والغذائيه، للسلع اللي اسمها الاستراتيجيه. خلاص. طب انت النهارده انا مش عبء عليك، اولا انا اللي بوفر لنفسي الدولار، وانا اللي بوفر لنفسي ان انا بشتريه، وانا اللي بوفر لنفسي ان انا بديهولك، ولا خد حول لي دول وخد عموله 4%. معناه ايه خد عموله 4%؟ ان النهارده حوالي 3 4 مليار دولار بيدخلوا الاحتياطي بتاعنا ومن بره من الهواء. فالنهارده دي ده فكر. النهارده انا بتكلم على تحولات المصريين للخارج، دخلوهم عندكم يا جماعه، وانتوا المستفيدين، كل المصريين اللي عندهم فلوس بره هاتوها يا جماعه عندنا ومش هنسالكم. يبقى احنا حطينا عندنا فجأة وفي ثانية 40 مليار دولار بالتقريب.
طب يا جماعه فكروا، يعني انا بتمنى بس ان المجموعه الاقتصاديه للاسف ما تزعلش مني في اللي انا بقوله، بس في كبر يعني لازم يقعدوا مع الغرف التجاريه. انا عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه، القرارات اللي بتتعمل زي المهندس طارق قبيل عملها بروجوت نازله علينا من الهواء، فجاه الاقي القرار اتعمل قدامي. طب احنا اعضاء مجلس الاداره المفروض على الاقل يدينا القرار ده ندرسه لمده شهر، نعرضه على الغرف على الشعب وكلام من ده، لكن بنفاجئ ان القرار جاي لنا فوري. النهارده انا برضو بعرض حاجه تانية، ان ممكن النهارده نفيد البلد مننا، ندخل لهم مليارات ازاي برضو نفس الطريقه. احنا بنعمل ايه النهارده حضرتك؟ القرارات اللي نزلت من المهندس طارق قبيل اللي هو قرار 91 و92 و43 وكل القرارات دي نزلت النهارده علشان تحجم الاستيراد او توقف الاستيراد. انا ما بسماهاش تحجم، توقفه خالص، لانها قرارات كلها مانعه يعني مستحيل، زي الغور والعنقاء والخيل الوافي، حاجه مش موجوده، حاجه مش موجوده وبيقول لي هاتها لي. طبعا مستحيل. زي ايه مثلا؟ حضرتك النهارده بيقول لي انا عايز شهاده الايزو او الايلاك. الايزو دي سهل فاش مشكله، الايلاك دي من ربع المستحيلات. ليه؟ لان اولا احنا 90% 88% بالظبط من احتياجاتنا في مصر بتيجي من الصين. النهارده الصين ما عندهاش ايلاك لسبب. ليه؟ لانهم بيستعملوا، انا اسف، ايه الايلاك ده؟ انا عارف الايزو دي شهاده زي اسمها سي اي او سي بي او سي اس، بيتجمعوا مع بعض بتدي الجوده. يعني حضرتك مثلا بتستورد مج بتبعته للهيئه اسمها هيئه الايلاك العالميه، ليها مركز في اوروبا. الهيئه دي بتبعت ناس من عندها ويشوفوا مدى جوده المنتج ده للعالم وكلام من ده، ودي مش موجوده الا في دول معينه في العالم. والصين ما فيهاش الايلاك لسبب. ليه؟ لانهم بيستعملوا المازوت والفحم في الوقود بتاعهم، فما ينفعش ياخدوا الايلاك لانها الطاقه دي ما تعتبرش صديقه للبيئه وكده. فيبقى ده يبقى هو بيدي القرار ده مانع. طيب النهارده عشان اجيب الشهادات دي وعشان طلب مني شهادات تانية، ان المصنع ده يجي يسجل من نفسه هنا في مصر، ان الـ الانفويس والباكنج والشهاده المنشا وكل ده يتوثق من الغرفه التجاريه بفلوس، يتوثق من السفاره بتاعتنا هناك بفلوس، والايزو بفلوس، والايلاك بفلوس، كل ده هيكبلني. كل رساله جايه من بره النهارده بيدفع عليها 3000 دولار اقل حاجه، 3000 دولار، ولمين؟ لصالح الاجنبي، لصالح الشركات. صحيح. الاجنبيه. صحيح. طب يا فندم احنا 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 عايزين مصلحه بلدنا، بدل ما بندفع لهم 3000 دولار على كل شهاده، ما احنا عندنا هنا هيئه عظيمه بالنسبه للعالم كله اسمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. صحيح. ودي ما فيش حاجه بتدخل قايدة أنملة زي ما بيقولوا، ما فيش حاجة بتدخل مصر إلا عن طريق الهيئة دي. امبارح الوزير طلع وقال إن في بضاعة كتير بتدخل سيئة وسيئة السمعة وكلام من ده، للأسف هي ما بتجيش من هنا. ليه؟ لأن الهيئة عامة للرقابة على الصادرات والواردات ما فيش حاجة بتدخل إلا لازم تدخل عندها وتوافق عليها، لو ما توافقش عليها يتم إعدامها.